ميني ستوديو. الساعة 4 يعني هلأ بلش ميني استوديو على شاشة الام تي في بمواضيع العديدة اللي عم نحكيها كل يوم. موضوعنا اليوم رح نكفي عن إسبانيا، هيدا البلد اللي كتير حلو. بكل بلد في إشياء منيحة وإشياء مش منيحة، ولكن إسبانيا بلد كتير مميز رح نتعرف عليه أكتر وأكتر بحلقة اليوم. وأكيد في فقراتنا اللي تعودتوا عليهم غاسبس هلأ رح نحكي عنهم، في بيرثدايز، في لاترز، في كل شيء، وأكيد كلكم رح تكونوا ربحانين بميني استوديو على الام تي في. أول خبر رح نحكي عنه اليوم بغاسبس هو عن the famous couple Justin Bieber and Selena Gomez. من بعد ما تركوا من فترة، الأخبار بتقول إنه هلأ they are back، لأنه جاستن عم بينزل صور مع سيلينا وسيلينا عم بتنزل صور مع جاستن. معقول يكونوا رجعوا؟ رح ننطر شوية وقت لنشوف إذا رح يطلع تصريح من حدا من هدول الفنانين. ميوزيك فيديو ومنرجع نكفي أخبارنا. اللي كلنا بنعرفها واللي هي ساندريلا، أهلنا بيعرفوها ونحن بنعرفها وكل أصحابنا الصغار اللي عم بيحضرونا بيعرفوها. هيدي القصة هلأ تحولت لمسرحية وعم تنعرض ببرودواي. بس guess who's the star اللي عم تلعب دور ساندريلا؟ It's Carly Rae Jepsen. كارلي اتفقوا معها لتكون هي ساندريلا ببرودواي، والمسرحية عم بتحقق نجاح كتير كبير. Keep going كارلي، لأنه بسنة 2014 متوقع أنه تنزل أغاني كتير كتير حلوة. Understand that they don't reprimand their daughters, bright young women, sick of swimming. واخر خبر لليوم هو عن نيكي ميناج. نيكي ميناج اول مره بنحكي عنها بغاسبس، بس اضطرينا ما قدرت ما احكي عن نيكي ميناج هي وهاللوك الجديد اللي عملته اللي عم بتشوفوه هون. معقول يكون هيدا الخيار الصحيح لنيكي ميناج؟ ما بحس كثير. ميوزك فيديو ونشوف مين اور ستار اوف ذا داي. ستار اوف ذا داي لليوم شخص كثير مميز حبيت احكي عنه اليوم. الستار شايفينها وراي وهي دومينيك من هون من ميني ستوديو. دومينيك ضروري نحكي عنها اليوم ونقول انه راحت على اوروبا ومثلت لبنان وطلعت البريزيدنت على الاتحاد الاوروبي، لانه حكيت عن سوشيال بروبلمز وايكونومكس وقصص يمكن انا حتى ما بفهم فيهم ولا انتم، بس anyway عملت انجاز كثير مهم دومينيك، لازم كنا نحكي عنه ونقول انه شيز اور ستار اوف ذا داي. حلقتنا رح تبلش هلا مع كيكي، مع معلومات، مع رسائل، مع ربح، مع اغاني، بس بميني ستوديو. بوينس ديوس، بوينا نوتشيس يعني بونسوار، فاتين تنامو؟ بوينس دياس يعني بونجور. هاللغة الإسبانية اللي حنحكي عنها اليوم بما أنه عم نحكي عن إسبانيا بحلقتنا هي جاية من اللغة اللاتينية مثل الفرنساوي ومثل التلياني، مشان هيك في كلمات كتيرة بالإسباني بتشبه كتير كلمات الفرنساوي، وأوقات لما بنفهم فرنساوي ومنروح على إسبانيا فينا نفهم شوي شو عم بيقولوا، بس ما كتير، لأنه بكل منطقة من إسبانيا بيحكوا بطريقة مختلفة وبلهجة مختلفة. مثلا بكاتالان بيحكوا كاتالان كاتالون،
وبغير مناطق بيحكوا بغير طريقة. أما مثلاً بأمريكا الجنوبية بيحكوا شو؟ إسبانيول. يعني أنتوا إذا بتتعلموا بالمدرسة إسبانيول فيكن تكونوا تقروا بالكتب أكيد وتفهموا، بس إذا تنقلتوا من منطقة لمنطقة بإسبانيا ما بتفهموا على كل الناس يلي بيكونوا عايشين بهالمناطق المختلفة. إسبانيا بلد حلو كتير عم نحكي عنه اليوم ورح نكفي نحكي عنه، بس هلأ رح نلعب سوا لأنه كتار منكم بحبوا يلعبوا ويربحوا مع بألف. لنشوف مع إلي اللعبة اليوم. وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغنى بمينيستي جو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. رفقة الراعي عمرها 8 سنين، أكتر شي بتحب الجيمناستيك وما بتحب تعمل بالي. أنطوان خويري عمره 8 سنين، أكتر شي بحب الجيدو وما بحب أبداً ضجي. بميني ستوديو في عنا فقرات عديدة تنترو كل يوم رادون لتشوفوا شو بدي يعمل، ومع كيكي بنتعلم كتير معلومات يمكن ما كنا نعرفها من قبل. مع كلوي في شوية احزازير ومعلومات كمان، وأكيد دومينيك والفاني فيديوز، بينما معي أنا منلعب 1 منت قد بألف ومنربح كل يوم مع بنك ليبانو فرانسيز 100 دولار وحساب باسمنا بالبنك. فإذا مين رح يكون الرابح اليوم باليوث باكج رح نشوف هلأ كنا سوا، ومنبلش مع أول MS Club member اللي هو أنطوان. Start game. 20,000. 1000. هلا شو بدنا؟ 1000. هيدي 10، بدنا 1000، بوس عليها بترجع لمحلها. 70، خلينا نركز مع أنطوان ونساعده شوي. 50، هي آخر وحدة من ميلي التحت. وبيضل ناقصنا 20,000. وحدة تانية، 60. يلا بدنا نجمع علامات قبل ما يخلص الوقت. 60. خلص وقتك أنطوان، وأنطوان ما قدر يجمع ولا نقطة، بس أكيد مش مهم، كلكم صرتوا تعرفوا إنه مهم نجي على ميني ستوديو نلعب ونتسلى مع أصحابنا، مش مهم أبداً إنه نربح. لنشوف هلا قد إيه معقول تجمع رفقة وقد إيه رح يكون السكور تبعها. Play again. 1000. 5000. 15,000. 20. 90. 90 شو منعطيهم؟ 50. مزبوط. 60. 70. 80. 90. 75,000. 60. 205,000. 100. بعد بدنا 105. رفقة لعبت كتير منيح والسكور تبعي كان 2260 نقطة، يعني رفقة هي اللي ربحت معنا لليوم. رح نشوف كلنا سوا شو هديتها، وهيك بتكون خلصت 1 منت قد بألف لليوم. بس ميني ستوديو بعد ما خلصوا مكافيين بفقراتنا العديدة، خليكم معنا. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. Je vous pose une question. Qu'est-ce que vous gardez dans vos têtes de votre enfance? Attention. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça commence par un bi, ça finit par un rond. Oui, c'est cela, le biron. Maman, je veux un biron. Papa, il est bon. Mon biron, maman, à moi. Le biron, sinon je pleure. Je veux mon biron. Maman, je veux un biron. Papa, il est bon. Mon biron.
je te réclame à tue-tête. C'est ce qui fait venir maman avec l'objet de la fête. Ça commence par un bip, ça finit par un rond. Oui, c'est cela, mon biron. Maman, je veux un biron, papa, il est bon. Mon biron, maman, à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Le soir avant de dormir et que la musique s'arrête, le marchand de sable va partir et moi, seule dans ma couchette. Avant de fermer les yeux, je te fais un gros câlin. Tu restes à côté de moi et tu me dis à demain. Maman, je veux un biron, papa il est bon. Mon biron, maman à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Maman, je veux un biron, papa il est bon. Mon biron, maman à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Mais je dis oh. درام 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 تم تم درام 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 تم تم. اوكي بعدنا اليوم مثل ما عم بيقول إلي موضوعنا عن اسبانيا، هالبلد الحلو الواسع يلي مليان تاريخ وفي بقلبه اشياء كثيره نتعلمها ونتعرف عليها، ومن بيناتهم مثل ما كان عم بيحكي إلي عن هالرياضه او هالسبق يلي بيعملوه مع الثيران وبالاخر بيقتلوا الثور، واسمه توريادور لانه الشخص يلي بيركض ورا الثور هو اسمه توريادور وبيحرك ماشي حمراء قدامه. وهالشي أنا ما كتير بحبه وما كتير بشجعه أبداً، وحتى في مناطق بإسبانيا صار ممنوع، بس هو انشهر من زمان كتير لأنه كانوا يجتمعوا الناس من زمان بالأرينا قبل ما يكون في سينما ومسرح ويجوا يشوفوا هاللعبة أو هالمسابقة مع الثيران. بس نحنا ما منحب أبداً نقتل الحيوانات، خاصة إذا عم نقتلهم بس هيك تنتفرج عليهم. وأنا اللي حملته بإيدي هني كاستانيات. كاستانيات لأنه الرقصة الإسبانية، الراقصات الإسبانيولية اللي بيلبسوا فساتين طوال وحلوين بيكونوا حاملينهم بإيدهم وبيعملوا فيهم موسيقى وبيرقصوا على الكاستانيات. هيدي آلة موسيقية وبعدهم بيستعملوها لليوم بالرقص بإسبانيا. مشان هيك أنا اليوم حبيت أعرفكن على كتاب اسمه ما غراند أنسيكلوبيدي دو دانس، لأنه بقلبها في معلومات عن أنواع كتير من الرقص بالعالم كله. وتفرجوا أول صفحة في عنا صورة حلوة كتير عن الرقص بإسبانيا مع الإيفانتاي اللي هن مشهورين فيها، وبقلب هالكتاب نتعرف على كل أنواع الرقص بكل مناطق العالم، مثلا بإيرلندا لا دانس إسبانيول مثل ما نكون شايفين هون مع فستانهم الطويل، ودايما في جيتار وفي كاستانيات تيرقصوا فلامينكو. فاذا كتاب حلو لكل يلي بيحب الرقص، الرقص الكلاسيك الباليه كمان وغيرهم من الرقصات يلي منشوفها بالعالم كله. نحن دايما منشجعكم تعملوا نوع من انواع الرياضه فيها تكون كمان الرقص وتبعتوا لنا صوركم عبر الانترنت او عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو. وهلا رح نشوف مع دومينيك شو محضرت لنا. اولا. بقولوا اولا؟ ما بعرف شو بقولوا، بس انه الحلقه اليوم كانت تحكي عن اسبانيا، انا ما ركزت منيح على كيكي وإلي شو كانوا عم بيقولوا، بس انا هلا شو بعرف؟ بعرف انه عنا فيديو كتير مهضوم بدنا نحضره كلنا سوا، فيديو عن بيبي صغير عم بيضحك، هلا بنشوف شو عم بيعمل. 1 2 3 فاني فيديوز. عم تتخيلوا ولد ما بعرف قد ايه عمره، شي 5 اشهر او حتى اكثر شوي، بس ليكو هلا كيف يفرط من الضحك. هلا بيرجع بنقزه بيه وبيرجع بيضحك. بوم. دوم.
أكيد فيديو كتير بضحك. أنا إذا بعملكم دينك كمان أنتوا رح تضحكوا؟ ماني معكم، ما بعرف شو رح تكون الرياكسيو تبعكم، بس هيدا الولد غشة من الضحك، بس كان بيو عم بيعملوا دينك وبونغ وإشياء بصوته. بس أنا ناطرتكم تبعتولي فيديوز كتير حلوين، بعد ما بعتولي يلا في فيديوز كتير حلوين على يوتيوب وما بعرف أي سايت، بعتولي إياهم تنحضرهم كلنا سوا. أنا بشوفكم بكرة، هلا بدي لكم باي. جوال عيسى رح يصير عمرها اليوم 5 سنين. هابي بيرثدي، مبروك. كيدز تينز جايد هو هديتكن لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. De l'Amérique. Je reviens.